اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في كوجينتنا اليوم. نعم انا رجعت على طول رمضان باش نكون معاكم، باش نعطيكم نصائح تاع طبخ وباش نعطيكم اكلات بنان برشا ان شاء الله يعجبوكم. انا نتمنى لكم رمضان مبروك، ونتمنى رمضان مبروك على كل الامه الاسلاميه في العالم كامل. ان شاء الله رمضان هذا صعيب شويه على خاطر الدنيا صيف والدنيا سخونه، لكن ما يسالش نتحملوا كل شيء، تبارك الله نعديو نهير في البحر وننساو الجوع. اذا كما العادة باش نعطيكم نصايح، النصايح هذوما متاع كل شيء، متاع السلطة، متاع البريك، متاع كل أي حاجة، لكن ما نطيبوا كان حاجتين، يا إما نطيبوا لوردوفر ولا الشربة والبلا دو ريزيستانس، معناها البلا الأولاني، وإلا نطيبوا البلا دو ريزيستانس والديسير، هذوما اللي باش نطيبوهم، لكن البقية الكل نصايح، على خاطر نعرف اللي ينسى الكل ديما يتسائلوا، كان في البيروات، كان في الدار، كان في عند جارك وكذا، يا ربي باش نطيب يحيروا شنو ما الأفكار جدد اللي يزموا يجيبوهم باش ينوعوا الأكلات على الطاولة على مائدة رمضان. إذا اليوم النصايح نتاعي شنو ما؟ النصايح نبداو الشربة نتاعنا باش تكون شربة زدر. ومن بعد في عوض البريك، على خاطر برشا بريك مش باهي قليان وكذا، ننصحكم باش نعملوا معقودة بتنجال. ومن بعد سلطة بطاطا بالبيتراف. في البلاد ريزيستانس شربة مفورة بالشوابي ولا سوبيا، احنا وين بلاصتنا، في الجنوب ولا في الشمال ولا في الوسط، كل واحد كيفاش ينطقها. واخيرا للديسير بوزة بالفستق. كما قلنا باش نطيبوا شربة مفورة بالسوبيا ومعقودة بتنجال، باش نبداو حاجة الأولى هي الشربة المفورة، نشوفوا مقاديرها على الشاشة ونرجع لكم. شربة مفورة بالسوبيا والسلق، لهذا نستحقوا 600 غرام شوابي منظفين، 400 غرام شربة لسان عصفور، 3 قطت سلق، قطة معدنوس، 3 بصلات، 3 سنون ثوم، 150 غرام جلبانة، مغارفة نتاع قهوة بسباس مرحي، 3 مغارف طماطم معجونة، كاس زيت، ملح، فلفل أكحل، مغارفة كركم، وزوز مغارف فلفل زينة، ونزيدو كان تحبوا شوية هريسة. إذا شفنا المقادير ونرجع للسوبيا. السوبيا بعد ما نظفناها ونحيلها اللي تونتاكول متاعها، الصوابع متاعها، نقصوها جراير جراير كما تشوفوا هنا. إذا تلقوا حبار ردوا بالكم، الوحدة متاع الحبار تجبدوها بشوي بشوي، ما كانش باش تمسخ الدنيا، باش تمسخ صوابعكم، باش تمسخ كل شيء. أنا سبقت وقصيت ديجا السوبيا اللي عندنا، لكن نواصل في قصانها هكا كما تشوفوا جراير جراير. وهذه هي السوبيا المخصوصة. نبدأ نفوحوا السوبيا المخصوصة. باش نفوحوا السوبيا المخصوصة هذه، نفوحوها بالثوم، ملح، فلفل أكحل، ونخلطوا الكل مع بعضه هكا، ونزيدوا عليها شوية هريسة وثوم. قلنا اللي الهريسة هي فاكولتاتيف، معناها زايدة، اللي تحبوا تعملوا الحار تعملوا، ما تعملوش تخليوها بلاشي هريسة. هكا نفوحوا، تعرفوا اللي طبخ التونسي اكثريته يتعمل الفاح نتاعو، التفويح نتاعو يصير في البارد، ومن بعد نبداو نطيبو. اذا باش ناخذ شويه كركم، الكركم باش يصفر شويه،
أيوة هكا عنا كل شيء. ومن بعد نسخنوا الطنجرة في شوية زيت، زيت زيتونة، تعرفوا اللي زيت زيتونة ثري وبنين وما تعرفوش، احنا تونس تصنع في زيت زيتونة تبارك الله بكمية كبيرة، وعندنا برشا أنواع متاع زيت زيتونة في الجمهورية التونسية، برشا أنواع متاع زيتون، ويعطي كل جهة تعطي عندها النكة متاعها سبيسيال، اللي يحرقك في القرجومة واللي ميل تعمل به السلاطة، وفما برشا برشا أنواع، وإن شاء الله مرة في فرصة نحكيو عليهم. إذا نسخنوا الزيت ونصبوا البصل باش نقليوا البصل، والطبخ التونسي نزيد نعاود اللي يطيب على نار هادية. ما دابا هو البصل يتقلى، يلزمنا نعملوا الشوربه اللي باش نفوروها. ناخذ الشوربه كيف كيف، نملحوها، نحطوا لها شويه كركم، وشويه زيت. ايوا طيب قاعدين نتبعوا الشربة هذه باش نخلطوها الكل مع بعضها. محسوب الديبار متاعها كأنه من وصر، النواصر يتيبوا زادة هكا بالطريقة هذه. طيب هذا الكل الشربة هذه باش نحطوها في الكسكاس. عجبكم الكسكاس متاعنا ولا ها؟ ونحطوها تتفور، تتفور فوق ما يغلي. هو نورمال ما هذا الكل نحطوه هنا، الصوص والشربة تتفور مع بعضها باش تعطي نكهة، لكن احنا حبينا نعملهم سيباري باش نوريكم بالتدقيق كيفاش تطيب بازا با الشربة المفورة هذه. تقلى البصل متاعنا دونك مع هذا، باش نزيدو شوية ثوم، ونقليو الشوابي متاعنا، نبداو نقليهم هما الأولانيين هكا، هما اللي تقلاو الأولانيين. أونتر طون بيان سور ردوا بالكم من التراب اللي موجود في المعدنوس وفي البلاد هذوما. دونك اون فوا قلينا الشوابي هذم، نزيدوا عليهم المعدنوس بالطريقة هذه، وخلطوا الكل مع بعضه. علاش حطيتو؟ فما برشا ناس يرميو السلق من بعد، انا خليته يتقلى معاهم باش يعطي لو دو فيجيتاسيون، الماء نتاعو يعطيه بنة. طريقه ثانيه، ممكن فما ناس اللي مستنسين يطيبوا الشوابي هذوما يقولوا لا 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 مش هكاك مش هكاك، راهو انا عملتها بالعاني سي اون اوتر مانيير، نقليو السلق مع الشوابي باش يعطي لو دو فيجيتاسيون، هذيك يعطي نكهه بنينه برشا في الشوربه. من جهه اخرى ناخذوا الطماطم ونحلوها بشوية ماء، هكا بشوية بشوية نحلو، فوا حلينا الطماطم هذية نصبوها ونخليو زادة شوية يتقلى هذا الكل. شفتوا اللي السلق زاد سيب الماء نتاعو، ها وهذاك اللي باش يعطي نكهه على نكهه.
من ملحوش توا نخليوه بشوية بشوية يمشي. الجلبانة متاعنا متاع كوك على خاطر توا في الصيف الدنيا معناها ما فيهاش جلبانة فريشك، دونك خلينا الحكوك باش نرميهم من بعد، الجلبانة باش نرميهم من بعد في الاخر بالكل جوست باش نسخنوها. دونك ديما نحركوا نحركوا التقلية، والشوربة متاعنا نخليوها تتفور لمدة 20 دقيقة 25 دقيقة، وحركوا دو طون طون تحركوا الشوربة متاعكم. باهي توا باش نمرقوا الشوابي هذوما، ونطيحوا في النار ونخليهم سلة سلة يطيبوا. ما نمزمناش نمرقوا برشا برشا على خاطر من بعد باش تصير عملية أخرى اللي هي الخليط هذا باش يتصب على الشوربة وباش نخليهم يتجمروا في الكوشة. دونك نهبطوا في النار ونخليهم يطيبوا. إذا خلينا السوبي هذه قاعدة تغلي تغلي بشوية بشوية، لكن سبقتكم بحاجة اللي في المقادير قلنا فما الفلفل زينة. الفلفل زينة ما حطيتوش علاش على خاطر ديجا فما الهريسة اللي هما يعطيو فرد معظم، لكن فما حويجة حلوة برشا اللي هو نحطوا فيها في الاخر شوية بسباس، تحبوه كعب ولا مرحي كما تحبوا انتم، تحطوه باش يعطي نكهة لك السوبيا وكل مرقة هذيك البنينة. قبل دونك خليوها هي طيب ونتعداو للمعقودة بالبيتنجال، نشوفوا مقاديرها على الشاشة ونرجعوا لكم. معقودة بيتنجال لهذا نستحقوا زوز كعبات بيتنجال، 10 عظمات، 4 سنون ثوم، قطة صغيرة معدنوس، مغرفة قهوة كروية، زوز مغرف قهوة تابل، 3 مغرف ماكلة زيت، قارصة وملح. شفنا المقادير متاع المعقودة بالبيتنجال، المعقودة أصيل متاع المعقودة الناس قبل ما كانش عندهم فرن، دونك يعملوها في مقلة وقت يخلطوا بالعظم وكل شيء، يخليوها في مقلة تطيب من جهة ومن بعد يحطوا صحن فوقها ويقلبوها من جهة الأخرى باش تطيب من جهة الأخرى، لكن احنا باش نعملوها بطريقة أخرى أسهل ومعناها واحد ما يتحرقش صوابعه وما يتحرقش وكذا، باش نعملوها في الفرن. إذا البيتنجال أول ما نبدأ البيتنجال نحطوها في الكوشة، نسخنوا الكوشة متاعنا 180 درجة ونحطوا البيتنجال حتى فريمان القشرة متاعها تتحرق. أنا شنو اللي عملته؟ دقيت البيتنجال بفرشيتة باش يتنفسك الهواء منها، يتنفس يخرج الفابور دو تخرج، وهي يلزم القشرة متاعها تكون فريمان فريمان محروقة باش الدخلاني متاعها يكون طيب. أنا سبقت باش نربحوا الوقت وحضرنا البيتنجال وقت طابت هكاكا في الفرن، شقينا البيتنجال في اثنين ومن بعد الدخلاني نتاع البيتنجال جبدناه بالمغرفة، وردوا بالكم ما تجبدوش القشرة نتاع البيتنجال مع الخليط علاش على خاطر فيه المرورية، دونك لوحوا القشرة وخذوا كان الدخلاني نتاع البيتنجال. البيتنجال غفصناها رديناها اون بيوري اللي هي موجودة هنا. دونك البيتنجال هذية باش نخلطوها بشوية بصل مع دنوس كيما المقادير، كيما شفنا المقادير، ونفوحوا هذا الكل بشوية تابل شوية كروية وشوية ملح، بيسير فما شوية فلفل أكحل في الآخر اللي هو هنا. ولا هذوما الكل فوحناهم، نخلطوا الكل هذايا مع بعضه، نزيدوه شوية قارص. علاش العصيرة قارص؟ باش البيتنجال تعطي نكهة بنينة. ولا نخلطوا هذا الكل مع بعضه
وانا البتنجال وقت اللي قفصتها حطيت فيها الثوم، ما ننساوش الثوم على خاطر الثوم عنده نكهه بنينه. باهي هذا على جهه، ونبداو نكسروا العظم على الطريف اللي عندنا هنا، اربعه كعبات يكفيونا. هذه واحده، اثنين، ديما نكسر العظم خارج الخليط باش لا يقدر تصير حاجه لوحو العظمه اللي مش باهي. باهي خلطوا الخليط هذا الكل، شفت محسوب كان باش نعملوا اومليت. هذه الخليط هذا كان باش نعملوا اومليت، كان تحبوا تحرحروه زاد بشويه هريسه شاي حتى تجمو تخليو. ما البنه موجوده هكا، ناخذوا انيه تكون صغيره، يظهر لي هذايا باش يرفع هذا، نزيتوها نزيتوها هكا الجناب الكل، ندوروهم بالزيت ونزيدوا عليه الخليط. اي ولا قد قد كانوا محسوبه بالسنتيلتر. باهي هذا الكل بيان سور باش نحطوه في الكوشه وباش نشوفوا وين وصلت الشوربه اللي اونتر تون قلبناها. او هايله ولات، شوف كيفاش نفخت ولا تخرق العاده. باهي هذه سي، انا اونتر تون بيان سور سبقت الاحداث ورميت هذيك هي التلفزه الغالب باش نربحوا الوقت، باش في 20 دقيقه نجموا نقدموا لكم حاجه لائقه. حطيت الجلبانه مع رميتها مع المرقه، دونك كل شيء جاهز. قالنا توا كان باش ناخذوا الشوربه ونحطوها نبداو هكا. فوالا هذا البلا اللي باش يمشي للكوشه. نزيدو الطريف اللي حطيتو هنا. فوالا. واخيرا نصبوا على هذا الكل، نمرقوا بالمرقه اللي عندنا هنا اللي هي موجوده باللوش، باش نهزو بشويه بشويه ونمرقوا الشرب نتاعنا. من اللول ناخذوا الكونسيستانس معناها الشوابي والخضره اللي حطيناها، نخلطوا هذا الكل، ومن بعد نصبوا المرقه مخلط بالكدا. فوالا توا نزيدو نمرقو نغرقو هذا الكل بالصوص. اي فوالا هكا تخليو الشربة في الكوشة تتجمر على 180 درجة مدة ربع ساعة 20 دقيقة، لكن عسوا عليها. تعرفوا الماكلة عندك حاجتين يزمك تجمو تعسوا عليهم، هو البيبي والماكلة، يزم ديما تعسوا عليهم. دونك هذه باش خلطوها على المعقودة متاع البيتنجال اللي ديجا موجودة في الكوشة وبدات تجمد. وكيفاش تعرفوا اللي هي طابت، تغطسوا البونته نتاع سكينه وتجبد البونته، كانت مازالت مبلوله دونك مازالت ما طابتش. نخليو كل شيء يطيب في الكوشه ونعملوا طاولتنا من بعد.
حضرة النظارة، إن شاء الله الأكلة نتاعنا عجبتكم. اليوم طيبنا معقودة بالبيتنجال اللي تشوفوا فيها هنا، عطينا فيها العظم والثوم والبصل والمعدنوس والقارس والملح وفلفلك حال تابل وكروية، والبيتنجال من الأول طيبناها في الكوشة ومعد رديناها بيوري، خلطنا الكل بالعظم وحطيناها في الكوشة في حرارة 180 درجة 20 إلى 25 دقيقة. حضرنا من جهة أخرى اليوم كل شيء بمشي الكوشة، صح عليها الكوشة. حضرنا زادة شرب مفورة بالسوبيا، شرب مفورة بالسوبيا، قلينا السوبيا والبصل والسلق والمعدنوس وهذا الكل، حطينا طماطم معجونة، حطينا فوحناهم الكل والشربة فورناها. ومن بعد وقت طابت السوبيا صبينا المرق والسوبيا فوق الشربة وجمرناها بحرارة 180 جرادو حتى الشربة خليناها تشرب أكل المرق هذاك الكل، وهذه هي الشربة المفورة بالوعد. أنا مازال كان باش نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في نفس الوقت، نتمنى لكم شاهي طيبة ونقول لكم كيما العادة والعواد إلى اللقاء.